السيدات والسادة يتابع الرأي العالمي والوطني الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني ظروفا عصيبة جدا. وإزاء هذه الأوضاع أصدر مجلس النواب البيان التالي الذي يشرفني أن أتلئه على مسامعكم. بيان صادر عن مجلس النواب: يتابع مجلس النواب بالمملكة المغربية بقلق كبير وبحسرة عميقة تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أيام، حيث يدفع المدنيون الأبرياء ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة وعنف مقرون بحصار شامل وحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية. إن مجلس النواب إذ يعتز بالمواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة التي كانت دوما للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله رئيس لجنة القدس في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية. وإذ يستحضر جهود المملكة المغربية التاريخية ومبادراتها من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وعنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس ورفض قاطع للعنف. وإذ يذكر بأن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عائلها صاحب الجلالة أعزه الله لجنة القدس أن حذرت من ذلك عن سداد الأفق السياسي والأفق الدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان وأعمال العنف. يعيد التذكير على التأكيد على تتميل الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني. يطالب بإنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها بحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.